طب انا شخص برضو عندي مطبخ وعندي تراث وعندي عادات وتقاليد واشتقت لها وعايز اكل بقى اكل من بتاعنا، عايز اكل طعمية وفول بالمناسبة في بعض اخواننا بيقلصوا على الفول. الفول ده عمل احمد زويل وعمل نجيب محفوظ واخرين قبل ما يبقى في حد اصلا نعرفه، كان في حاجة اسمها الناس دي. ما علينا، فقررت ادور على مطعم عربي، لقيت كل شارع فيه مطعم عربي، ده المطعم السوري، ده المطعم اللبناني، ده المطعم المصري، ده حتى لقيت فيه مطعم مكتوب عليه حبيبي. يعني قلت طيب يلا ناكل بقى، زقيت الاكل الروشي على جنب واهلا بالطعمية والفول ودبتها. انا قررت ادخل لما عرفت ان الشيف لبناني، قالوا لي الشيف بشاره اللبناني موجود في المطعم بيعمل اكل زي ما انت عايز. قلت ماشي يعمل لي اكل لبناني زي ما هو عايز، بس نجرب بعد كده شويه باميه، باميه باللحمه الضاني بشاره. اهلا، انا اسمي اشرف. اهلا، انا كنت قاعد بره فقالوا لي ان انت هنا الشيف بتاع المطعم، فقلت ايه ده شوف ايه الدنيا عامله ازاي معاك. الحمد لله كله تمام. تعمل ايه بقى؟ انا اليوم بدي اعمل صحن تبوله اكله لبنانيه مشهوره كثير، طبعا مقبلات لبنانيه يعني طبعا. فبتتالف هي من البندوره المفرومه الناعمه. بقول لك على حاجه، اتفضل. ما تيجي قبل ما نشوف التبوله اللي احنا عارفينها، ايوه نعرفك انت. الله يخليك. انت اسمك ايه بقى كاملا؟ اسمي بشاره. بقالك قد ايه هنا؟ يعني 4 سنين. 4 سنين. 4 سنين حديثا يعني؟ حديثا. وعرفت تعيش في المجتمع الروسي بسهوله؟ الحمد لله، مش يعني صعوبة بالبداية، بس بعدين مشي الحال على كل شيء. تعلمت روسي؟ أيوة، لأنه أنا زوجتي أوكرانية كمان. يعني روسية. 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 أنت جوزتها هناك في بيروت ولا؟ لا، ببيروت. جوزتها في بيروت. تعلمت في بيروت وجوزتها في بيروت. نعم. هي برضه بتشتغل في المطاعم والسياحة. أيوة. شغل هنا؟ تشتغل هنا. فين هي؟ نفس السكشن. سفودني يا بخدنا عطل اليوم. عطل اليوم. إجازة. فرصانة. كان نفسي انا نقابلها. خليك. ايه والله مفرصانة. مبسوط بالجواز الروسي؟ الحمد لله. عندك اولاد؟ لا والله للاسف ما في. مش ناوي؟ ان شاء الله قريبا. يعني عندك احلام بعد شوية؟ يعني ايه هي؟ ان شاء الله خير. عندك احلام؟ بتحلم انك تبقى عندك انت المطعم الخاص بتاعك؟ ايوه، هيدا هو. بحب يكون عندي مطعم لإلي، لانه بحب يكون شيء كل شيء خاص. يعني عم نشتغل عم نتعب، المفروض يكون كل انسان بحب يكون خاص شيء يتميز فيه، خصوصا من الشغل او من شيء تبدع فيه بانه فكرتك او شيء خاص لإلك. بحب يكون هيك. وشك حزين ليه؟ لا الحمد لله. بتعرف صعوبة الحياة هون وتفكير. تعلمت الطبخ الروسي؟ بتعرف تعمل اكل روسي؟ اكل روسي تماما يعني. كله؟ كله كله، من البورش للسلانكا. تعلمته هنا ولا هنا؟ لا هنا اكيد. تعلمته هنا؟ في موسكو. مراتك اللي علمتك؟ اكيد. عجبني، بس ما عجبنيش برش البرش، ما عجبنيش خالص اللي هو شوربة البرش دي، ما اعرفش، مش حاسسها،
تايهه في بعضها يعني، شوربة طماطم على بنجر على معرفش جزر على قشطة، ملهاش طعم بالنسبة لي يعني، أو بالنسبة لي دسمة كمان مش متملحة، وأنا محطتش ملح جايز أو محطتش فلفل عليها علشان تبقى لها تيست يعني، بس أنا خدت معلقتين منها. آه حلو بس مش ليه. حاجة غريبة جدا حصلت، أنا ما بعرفش أتكلم روسي كويس، فدخلت المطعم عايز أقول له عايز آكل بيروشكي، فما عرفش أقول بيروشكي، قلت له عاوز آكل ماتروشكا. ماتروشكا دي العروسة الروسية الخشب اللي بتتركب في بعضها، فالدنيا اتلخبطت، فهو ضحك قال لي هتاكل ماتروشكا ازاي يعني؟ فقلت له دوت أي حاجة، فجاب لي شوربة بورش، بس انا عايز اكل حاجه تانية. اكل اكل عربي، طعميه الطحينه والحمص، حد يقول بيهم شيء، تاكل بايديك كده وتبغوص صوابعك زي ما بناكل الاكل بتاعنا بايدينا وبناكل، انما الشوكه والسكينه و صباح الفل، باي باي.